تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيس. يا جماعة ترى ما حد يلخبط في يوم الخميس. أحيانا لما أقول صباحكم الله في الخير بيوم الثلاثاء، ناس تقولي لا دكتور اليوم أربعة، إلا الخميس ما حد يخربط فيه لأنه أحلى يوم في الأسبوع. وأحس الناس بالعادة تصبح الصبح وهي إيجابية، تترية نهاية اليوم لأنه يتبع إجازة نهاية الأسبوع. فنصبح عليكم بالخير من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، ونتمنى إن شاء الله مو بس خميسكم، أيامكم كلها إن شاء الله تكون صحة وسعادة وإيجابية، وتكونون إن شاء الله تحققون كل اللي أنتم تطمحون له وكل ما تأملون أن تحققوه. هذه محادثتكم دكتورة ندى الملا. زميلي محمود إن شاء الله لا يزال غائبا عن البرنامج، وإن شاء الله بينضم لنا إن شاء الله بالحياة إن شاء الله الأسبوع الجاي. فهذا برنامجكم مرة ثانية صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل لأن هالبرنامج هو برنامجكم ونحن مجرد إحنا ضيوف عليكم، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف. أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. استغلوا وسائل التواصل هاي عشان تطرشون اقتراحات، شكر، ملاحظات، فكرة جديدة ممكن لتحسين خدمة أو لتقديم خدمة جديدة. ترى في النهاية كل الأفكار اللي توصلنا والاقتراحات والملاحظات من مستمعينا ناخذها بعين الاعتبار وتوجه للمعنيين، وإن شاء الله ما يمكن تطبيقه يتم تطبيقه. وفي النهاية هدفنا كلنا هو خدمة هذا الوطن. فبداية نرحب بالطاقة الموجود معي في الإخراج وائل قواسمة، صباحك ورد يا وائل. وفي التنسيق ميرا الغفلي، صباحك ورد يا أم خليفة. أم خليفة أول ما بدينا تقول دكتورة طاقة إيجابية ضرب ألف اليوم، لأن اليوم خميس وهي تبغى طاقة إيجابية عشان تكمل خميسها والويكند مالها. فإن شاء الله كنا الحين امتلأنا بالطاقة الإيجابية، والحين نروح لفقرات برنامجنا. مثل ما تعودوا دائما يكون عندنا فقرة تغذوية. اليوم فقرة تغذوية أتوقع أن تهم شريحة كبيرة من الناس لأنها تعنى بمرضى الصداع النصفي. فعندنا عن طريق الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن التغذية المخصصة لمرضى الصداع النصفي. صباحك ورد يا فاطمة. أهلا وسهلا حبيب، صباحك ورد حبيبتي. أهلا يا فاطمة، تفضلي حبيبتي، حدثينا عن التغذية الخاصة بمرضى الصداع النصفي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالنسبة لمرضى الصداع النصفي أو اللي يذكرون عنها دائما يكون الشقيقة، هم طبعا نوعين من الأشخاص، أو مثل ما نقول يجون على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هم يكونون الصداع المستمر، تلقينه طول الأسبوع طول اليوم يعاني من هاي المشكلة، وأحيانا يكون مثلا فجائيتهم مرة في الأسبوع مرة في الأسبوعين على حسب هاي الحالة. طبعا بالنسبة لأكلهم أو بالنسبة للمغذيات المفروض يأخذونها لازم تكون غنية بالفيتامينات والمعادن، يعني أي نقص في الفيتامينات أو المعادن هاي تسبب مشكلة كبيرة وتزيد من تفاقم المشكلة. بالنسبة للسعرات الحرارية المفروض يأخذها كل شخص على حسب طبعا مرحلة العمرية، لازم يتأكد 100% هل فعلا يأخذ السعرات الحرارية اللي محتاجينها ولا لا، لأن أغلب الناس اللي يكون عندهم نقص في السعرات الحرارية يعني ما يأخذوا كفايتهم من الأكل، يلغون الوجبات الرئيسية، بين هالوجبات ما في توقيت للوجبات، مثلا تنلغي الوجبة، هذا المعرضين أكثر للمشكلة هاي أو للصداع النصفي. طبعا احنا نذكر شو الفيتامينات والمعادن او الموجوده وين تكون موجوده. اهم الفيتامينات والمعادن هي ممكن تسبب المشكله هاي فيتامين اللي هو B12 اللي هو رايبوفلافين، والثاني اللي هو المغنيسيوم. طبعا بالنسبه للفواكه والخضروات جدا مهمه، الخضروات اللي هي دائما المطبوخه خاصه اللي نسميها الخضروات البرتقاليه، مثل احنا عندنا الجزر، عندنا اللي هو القرع، السويت بوتيتو او البطاطا الحلوه، هاي يفضل أن تكون مطبوخة وياخذ دائما كفايته من هاي الأطعمة البرتقالية أو الخضروات البرتقالية. نفس الشيء بالنسبة للفواكه، يفضل تكون اللي هي الناشفة اللي هي مثل الدرايد اللي هي الجافة، وبالنسبة وتكون المطبوخة بعد ممكن خاصة الفواكه والكرز الأشياء اللي فيها بيتا كاروتين أو مثلا احنا نقول البرتقالية. النية عند بالنسبة للفواكه اللي هو الدهون
استخدام الأطعمة المقلية جدا، خاصة اللي هي أي نوع من الأطعمة تكون مقلية تزيد من تفاقم المشكلة. اللحوم، استخدامنا للحوم يفضل استخدام، ما عندنا مشكلة ياخذ لحم أو سمك ودياي، لكن يفضل تكون طازجة وتكون بعيد عن الدهون والشحوم والدجاج يكون مثلا منزوع الجلد. أما بالنسبة للأملاح، استخدامنا للملح يكون جدا قليل، خاصة لأن الأشخاص العاديين تقريبا ياخذون 2000-300 ملي جرام يعني في اليوم، لكن الأشخاص اللي هم مصابين للمشكلة هاي المفروض يبتعدون عن المخللات، يبتعدون عن الأطعمة المعلبة اللي هي محفوظ فيها مثلا أشياء المالحة، عندة الماجي، الأشياء اللي هي تكون نسبة تركيز الملح فيها عالي، أي نوع من الأطعمة المصنعة اللي فيها نسبة تركيز عالي من الملح. نيع عند الوجبات مثل ما قلنا لازم تقسم ما بين 3 وجبات رئيسية مع وجبتين خفاف من بين الوجبات اللي الوجبة الخفيفة. استخدامنا للماء، خاصة الماء جدا مهم، أقل يعني أقل من الترين ممكن الإنسان يتعرض له. طبعا هذا يحسب أخصائي التغذية كم كل شخص يحتاج من الماء أو السوائل. أيضا بعض الفيتامينات أو اللي هي مثل ما قلنا إحنا فيتامين بس والمغنيسيوم، إذا الشخص ما قدر يأخذ عن طريق الفواكه ممكن يأخذ عن طريق بعض المنتجات اللي هي الموجودة في الصيدليات كسبلمنت أو كحبوب مركز فيها الفيتامين المغنيسيوم واللي هو الفيتامين باتوف بس أو فيتامين باتو بس. الوين تكون إذا كان الأشخاص يقول إحنا ما نبغى نأخذ سابلمنت أو أدوية، ممكن تكون في الأطعمة أو الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ، ممكن يكون في الفواكه مثل التين، الأفوكادو، الموز، المكسرات أيضا، واللي هو إحنا نقول عن بعد البقوليات بشكل عام، خاصة الأشخاص دائما يعانون من مشاكل عز الله عبر تحسين في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو ممكن يضاف لهم بعض البقوليات اللي هي تساعد من تحسين الجهاز الهضمي. بس في حالة من الحالات بعدنا بنذكر أصلا بالنسبة للسي فود الأطعمة اللي هي تساعد شخص الأشخاص المصابين للشقيقة مثل السلمون ومثل التونة، بعد هاي ممتاز لأخذها طبعا خاصة تكون فريش ما تكون معلبة. في أشخاص معينين تصير لهم مشكلة وقت يعني مصابين حاليا بالنوبة هذه وتكون درجة الألم شديدة، ممكن أن يأخذون في هاي الفترة كمية بسيطة من الكافيين أو القهوة عن طريق الشوكولاتة، كمية بسيطة ما تكون وايد. أشخاص ممكن تزيد عندهم ومعارفين نفسهم، وفي أشخاص ممكن ما تزيد عندهم فممكن يأخذون هالأشياء في فترة النوبة هذه. في بعض الأشياء اللي هي ممكن لأن يتعرضون للصداع، غير الصداع يحسون بغثيان، فممكن يأخذون الكراكرز أو البسكوت المملح في هالفترة اللي يكون عنده فترة النوبة. ممكن يأخذون الخبز الأبيض، وممكن يأخذون الفاكهة اللي هو الكمثرى، هاي تساعد لتحسين تخفف من النوبة هاي في هاي الفترة اللي يكون فيها الإنسان مصاب فيها حاليا، مثل حاليا مصاب فيها ممكن تساعد في هالشيء. لكن بشكل عام لازم الكافيين أو القهوة يقلل منها تقريبا 200 ميلي جرام في اليوم. من القهوة ممكن يأخذ الشخص اللي هو مصاب بالله، لكن ما نمنع تماما ولا نخليه يزيد من الكمية هاي. ممتاز ممتاز، ما شاء الله غطيتي الموضوع بشكل وافي وكافي. استاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وإن شاء الله يكون مستمعينا استفادوا، لأن يعني هالموضوع يمس أتوقع شريحة كبيرة منهم. شكرا لك استاذة فاطمة ونهارك سعيد. شكرا لك. احنا رح نطلع ان شاء الله حين فاصل، عقب الفاصل عندنا حوار جميل مع الدكتور انور الحمادي استشاري ومدير مركز الامراض الجلدية بدبي، سوف يتحدث عن جلسة العصف الدهني مع مرضى الاكزيما، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-4-14 والرسائل النصية على 4006. رح نذكر أول شيء الدراسة مالت اليوم، مثل ما تعودتوا دائما يكون عندنا دراسات يعني مثيرة للاهتمام. دراسة تقول اليوم، أفادت دراسة دنماركية بأن الأطفال الأقصر قليلا مقارنة بأقرانهم ربما أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية عندما يكبرون. وتوصلت الدراسة إلى أن النساء اللاتي كن قصيرات في سن السابعة أكثر عرضة بنسبة 11% للإصابة بما يعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية، وهو النوع الأكثر شيوعا، وتحدث عندما يؤدي تجلط لسد شريان ينقل الدم إلى الدماغ. أما الرجال الذين كانوا قصار القامة في سن السابعة فهم أكثر عرضة بنسبة 10% للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، وبنسبة 11% للتعرض للسكتة الدماغية النزفية التي تحدث نتيجة انفجار أحد الأوعية الدموية في المخ. قالت كبيرة الباحثين في الدراسة جينيفر لون بيكر من مركز الأبحاث السريرية والوقاية في مستشفى بيشيبر وفريدسكبرغ، يجب أن يعمل قصار القامة على تغيير عوامل الخطر التي يمكنهم التحكم بها، بما في ذلك ضغط الدم المرتفع، التدخين، وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة، لتقليل خطر تعرضهم للسكتات. فحص الباحثون قياسات أطوال 311,009 أطفال بين سن 7 و13 عاما ولدوا بين عام 1930 و1989. خلال الدراسة تعرض 10,412 شخص لسكتات دماغية إقفارية، وأصيب 2,546 بسكتات دماغية نزفية. هاي دراسة صراحة فعلا مثيرة للاهتمام، بس أنا حين ما بعلق على الدراسة، عندي عن طريق الهاتف الدكتور أنور الحمادي استشاري ومدير مركز الأمراض الجلدية بدبي. صباحك ورد دكتور أنور. صباح النور، يا هلا ومرحبا. يا هلا فيك. هناك مبادرة جديدة لهيئة الصحة بدبي، حيث ينظم مركز الأمراض الجلدية بدبي اليوم الخميس جلسة العصف الذهني مع مرضى الإكزيما وذويهم للاستماع إلى آرائهم. فإحنا رح نترك الحين عندك المايك وتخبرنا شو الفكرة العامة من هذه الجلسة وشو هي أهدافها. أول شيء يسعد صباحكم وشكرا على الاستضافة، ويوم الخميس دائما يوم سعيد وكنا نكون متحمسين سواء لعلاج مرضانا ولا البدء في الإجازة الأسبوعية. إن شاء الله اليوم يعني على نهاية اليوم إن شاء الله راح تكون قعدة، وهي القعدة بتكون دردشة. احنا دائما نقول يعني دائما احنا نقدم محاضرات ونوعي ونثقف، بس احيانا نفتقد دور مهم جدا. ليش ما نخلي المرضى، احنا نسمع المرضى خاصه مرضى الاكزيما. طبعا ما في بيت يخلى من الاكزيما، كل بيت الا تلاقي لك اكثر من شخص يمكن يعاني من الاكزيما. احيانا يمكن سهل علينا احنا كاطباء نوصف الادويه، لكن ما نعرف ما يجرى خلف الكواليس. يعني يجينا المريض في المراجعه، ها ليش مو متحسن؟ تلاقي المريض ما استخدم الكريم، او تلاقين الام كانت قاسيه مع طفلها اللي يعاني من الاكزيما، او ما حد تعاون مع المريض، او المريض ما عرف الوقت المناسب لاستخدام الكريمات، او اللي مثلا المراهق خايف يحط المرهم مثلا على الوجه والوجه يحبب اكثر. فحلو ان احيانا نسمع من اللي يعانون من الاكزيما من فئات عمريه مختلفه، من يعني طبقات مختلفة، الذكور والإناث، مش فقط المريض، المريض وأهل المريض. وهي نقطة مهمة طبعا، وهذا الشيء بالتالي راح يخلينا نحن كأطباء فعلا لما نوصف أي وصفة طبية نحط في عين الاعتبار كيف سيتم استخدام هذا الدواء، أو كيف راح يكون احنا يعني مهم عندنا شيء الاستمرارية في استخدام الدواء. أسهل مهمة دائما أقولها، أسهل مهمة للطبيب أنه يوصف الأدوية، نبتد زر وأطلب أدوية، لستة أدوية. وهاي نشوفها طبعا دائما مرضان يوم يجون العيادة تلاقين عندهم، دائما أسميها ميني فارماسي، صيدلية مصغرة شايل لكيس كبير أشكال وألوان الكريمات. وفي الواقع أغلب الحالات التي يمكن حالات كثيرة ما أحتاج أوصف أي شيء. ليش؟ إن الشخص اللي يعاني من الإكزيما أو أهالي المرضى اللي يعاني من الإكزيما عندهم كل شيء موجود، لكن طريقة الاستعمال، إرشادهم للطريقة الصحيحة، تشجيعهم، تحفيزهم في استخدام هذه الكريمات. فنحتاج لهذه الجلسة، جلسة دردشة، نسمع منهم كيف الطريقة اللي ممكن راح تكون بطريقة أفضل، هل طريقة الحفظ علبة المرطب تكون بشكل أفضل، الطفل اللي يعاني من الإكزيما خاصة الحين مع بداية الموسم الدراسي، هل فعلا سهل على الطفل مثلا يشيل المرطب ونقول احنا استعمله في الفصل الدراسي، هل التكييف اللي يكون موجود في المدرسة واللي موجود في البيت سبب مثلا لزيادة جفاف الجلد، هل نحتاج في البيوت ان يكون عندنا شيء مثل ما نقول اللي هو الهيوميديفاير اللي للطفل الجو،
ومعروفة طبعا الإكزيما في فترة الشتاء دائما تشتد أكثر بحكم جفاف صحيح. الجو. فهذه إن شاء الله الدردشة اللي احنا نسميها فوكس جروب جروب مصغر نسمع منهم وإن شاء الله نطلع بثمار يعني يساعدنا هالشيء في علاج مرضانا بأفضل طريقة إن شاء الله. دكتور أنور أنت ذكرت الهيموديفاير، هاي وايد أسئلة تينا في العيادة، أنا طفلي سواء عنده ربو أو عنده إكزيما، هل يحتاج يكون عنده مرطب للجو أو إيش يسمونه منقي للجو في البيت عشان تخف عنده أعراض الجفاف المصاحبة للإكزيما، وهل فعلا يفيدهم؟ هو الحمد لله يمكن الطقس عندنا ممتاز هنا في إمارة دبي و بعض المناطق الشرقية، لكن في بعض المناطق اللي يكون الجو فيها جاف جدا خاصة فترة الشتاء هني ممكن بالفعل هذين يحتاجون لشيء شوي يرطب الجو، يعني يمكن في بعض الدول الأوروبية، يعني أذكر يوم كنا في كندا ندرس هناك درجة الحرارة توصل 36 تحت الصفر، الجلد فعلا حتى اللي ما يعاني من الإكزيما الجلد يتشقق، يعني يحتاج شيء فعلا ينطف لنا، وخاصة مع التدفئة مع الدفايات الجو يكون جدا جاف الجلد يتشقق، فنحتاج شيء يلطف من هذا الجو اللي هو الهيوميديفاير، هذا وايد يفرق هذا الشيء مع يعني اللي يعانون من الإكزيما. فهني الجواب حسب مكان المعيشة، خاصة اللي يعيشون مثلا في بعض النوع في الشقق على سبيل المثال وما يكون في تهوية جيدة، وممكن البعض اللي يستخدم دفايات بالفعل ممكن الجو داخل المنزل يكون جدا جاف، فهؤلاء طبعا يحتاجون أن يحطون الهيوميديفاير. هو طبعا لا يسمعون شركات اللي هذه يأخذون الموضوع بزنس، هي لا صحيح يقولون دكتور أنور تكلم في الإذاعة وقال، فهذا ترويج الدكتور أنور لهذا، لا دكتور أنور ينصح يقول حسب الحاجة مو كل حد طبعا صحيح يحطون لكم باكر صحة وسعادة يقولون اشتروا الهيوميديفاير، نقول لا اللي عنده الجو جدا جاف يأخذ الهيوميديفاير، والهيوميديفاير رخيصة ظنه موجود في كل مكان بالضبط، ويستشير الطبيب طبعا هل يحتاجه أو لا قبل ما يعني يكود الأجهزة في المنزل. الدكتور أنور شو أهمية وجود مثل هالدعم المعنوي؟ أنتوا لما تسوون هالجلسات في دعم معنوي للمرضى يستوي، فشو أهمية المرضى الإكزيما يكون فيها الدعم المعنوي؟ وفي عندنا بعد سؤال يقول السلام عليكم، هل ممكن نحضر هذه الجلسة وفي أي ساعة وأي مكان؟ أتوقع مريض من مرضى الإكزيما متواصل مع البرنامج، فأولا شو أهمية الدعم المعنوي وهل ممكن حد يحضر أو يعني تستضيفون ضيف زيادة في هذه الجلسة؟ وبالعكس طبعا هذه الجلسه مسويه للمرضى اللي يعانون من الإكزيما واهاليهم، وهي طبعا هاي نقطه انطلاقه، وان شاء الله راح يكون في يعني جلسات متتاليه لاحقا، يمكن اليوم العدد كان محدود، يعني اخترنا من المرضى اللي فعلا هم يعانون بشكل كبير من الإكزيما، لكن اكيد انا متاكد العدد جدا كبير، وهذا وعد منا ان شاء الله راح يكون لنا يعني لقاءات ومؤتمرات كبيره خاصه للمرضى واهاليهم فقط للإكزيما، وانا اعتقد الحمد لله الدعم موجود عندنا من القياده بمختلف يعني مستوياتها، انه مش فقط الطب دائما حقه مش فقط علاج وتوعيه وثقافه صحيح. وتعايش مع الحاله، فردا على سؤالك مدى يعني تاثير هذا الشيء على صراحه بشكل كبير، واحنا دائما نقول يعني المرضى اللي يجونا مريض الإكزيما مش وصفه طبيه ويلا مع السلامه، لا نحتاج احيانا ندردش، نحتاج احيانا نشجع هذا الطفل، الطفل احيانا طبعا يمل يوصل لمرحله يمل فيها وفعلا بعض الكريمات تحرق ما يتحملها المريض، فنلاقي احيانا الام شوي تكون قاسيه كل منك انت ما تحط الكريم قدام الطبيب، نقول لا نقول للامهات والاباء خفوا شويه على عيالكم، ترى فعلا سهل علينا احنا نقول للاطفال ليش ما تحطون، لان احيانا فعلا الكريم، فنحتاج شويه تحفيز، نحتاج تشجيع، نحتاج نسمع منهم، اليوم نسمع بيكون احد الاطفال موجودين بنقول له انت يا حبيبي ليش ما تستخدم الكريم، شو المشكله في استخدام الكريم، او شو اللي انت تتمناه في الكريم يكون موجود، فحلو لما نسمع منهم من واحد يعاني من هذه المشكله، اكيد هذا الشيء ان شاء الله راح يكون له صدى طيب ان شاء الله. ممتاز دكتور أنور، مر على السريع على الخدمات اللي تقدمونها في مركز الامراض الجلديه بشكل عام والمرضى الإكزيما بشكل خاص. والحمد لله رب العالمين، يعني مركز الأمراض الجلدية اللي تابع لهيئة الصحة بدبي مركز مرجعي، طبعا يتم فيه استقبال الحالات عن طريق التحويل من العيادات الخارجية، وعندنا طبعا الحمد لله أطباء العيادات الخارجية أو أطباء الأسرة، وانت من ضمنها طبعا دكتورة ندى، وهي رسالة أتمناها من كل مرضانا، ترى حالات الإكزيما البسيطة الحمد لله أطباء الأسرة على كفاءة كبيرة، وما في داعي للعناء والتحويل مركز الأمراض الجلدية، عندنا الأطباء مدربين في علاج مثل هذه الحالات الخفيفة، لكن للحالات الشديدة طبعا أكيد يتم استقبالها، والحمد لله حاليا من العلاجات اللي يعني لها تأثير كبير وخفيف
خففت من معاناة مرضى الإكزيما الحالات الشديدة الحقن الجديدة للإكزيما، وهذه الحقن طبعا للحالات الشديدة اللي لم تستجيب للعلاج التقليدي، يعني جربت الكريمات وجربت العلاج الضوئي وما زالت الإكزيما شديدة. نعم عندنا هذه الإبر اللي تعطى تحت الجلد مرة كل أسبوعين، بس أرجع وأكرر هاي للحالات الشديدة وللبالغين اللي من عمر 18 فوق ومن 18 وفوق. لكن في دراسات كثيرة في الوقت الحالي كذلك ممكن إن شاء الله في المستقبل راح نقدر نستخدم هذه الإبر من الأعمار الأقل اللي هي من 12 سنة لغاية 17 سنة. ممتاز، شاكرة لك دكتور أنور حمادي استشاري ومدير مركز الأمراض الجلدية بدبي هالمداخلة الجميلة اليوم، وبالتوفيق لكم في هالجلسة، وإن شاء الله نعلن عن الجلسات إن شاء الله القادمة اللي بتكون مثل ما تفضلت بتكون في استمرارية هالجلسات عشان مرضى الإكزيما يستفيدون، ومثل ما قلت يكون في فضفضة بينكم وبينهم. شكرا لك دكتور أنور، نهارك سعيد. أهلا مرحبا. شكرا لك. فما شاء الله مرضى الإكزيما طبعا مثل ما تفضل دكتور أنور تقريبا في كل بيت في مريض إكزيما، ولا ما توافقني الرأي وائل؟ ما يوافقني الرأي، لأن جونا بشكل عام استخدام مكيفات وعندنا قابلين الإصابة بالإكزيما، ونبان يعني نقول للأمهات أن حتى لو طفلتش فيه إكزيما في كثير من الأمهات تخاف من هذه، مثل الربو تحس أنه وصمة للطفل. فيا أمهات أحي ما شاء الله العلم تطور، الطب تطور، فالإكزيما ليس مرض خطير إن شاء الله، يعني طبعا باختلاف درجاته، لكن في الأغلب أغلب الأطفال يكون عندهم الإكزيما تكون معتدلة يعني أو من خفيفة إلى متوسطة. فتعالي الطبيب، اسأل الطبيب، لا تعتمدوا على الإفتاءات وايد، في خصوصا في الإكزيما في وايد إفتاءات، يعني تعرفون الكلام يبوننا يا العيادة شو يستخدمون حق الإكزيما، ما يخلون لا كركم، ما تخلي لا مراهم شعبية، ما تعرف شو أصلها، لا تعتمدون على الإفتاءات، هذه الإفتاءات ممكن تضر الإكزيما أكثر مما تفيدها، ومو معنى أن مرهم شعبي أو عشبة فادت حد معناه بتفيد ولدك، فعشان ما نضر عيانا. سبحان الله الإكزيما ترى لو تعالجت بشكل سليم ما تترك حتى آثار في الجسم، وما في حد يحب يكبر ولده مثلا أو بنته مثلا عندهم آثار باقية من إكزيمة الطفولة. فلا تفتون في هالموضوع، توجهوا للطبيب، راووا الكريمات اللي أنتوا عندكم، حنقرأ المكونات اللي عليها، في كريمات في نسبة كورتيزون جدا عالية ممكن تضر الجلد أكثر مما تفيده. فرجاء أمهات ما افتاءات، تعالوا العيادة، طبيب الأسرة مثل ما قال دكتور أنور بنفسه قال نحن قادرين نحل تقريبا 70% من حالات الإكزيما، ونعطيك النصيحة، و30% اللي هي الشديدة أو شوي تكون معقدة نحولكم على مركز الأمراض الجلدية، وإن شاء الله هناك ما يقصر معاكم. فنحن راح أطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله راح نتكلم عن تشكيل لجنة التحكيم في جائزة أفضل بحث علمي عن الإنجازات الصحية في عهد زايد، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم رقم التواصل على 6005514414 والرسائل النصية على 4006 عن طريق المسجات. سؤال للضيفة، شكرا، أنا مو بالضيفة، أنا مقدمة البرنامج. ابن أخي في 12 من عمره يعاني من دوار بسيط في الرأس. أنت قصدك خبير التغذية يمكن. يعاني من دوار بسيط في الرأس عند جلوسه في السيارة، مما يضطره أن يتمدد في المقعد الخلفي. هل لهذا علاقة بنقص المعادن لديه؟ وشكرا أبو عبد الله. لا أبو عبد الله، هذا مو أكيد، يعني مو يدل، ما يدل على نقص معادن بالضرورة، يعني أتوقع احتمال كبير الأكبر يكون عنده مشكلة في الإذن الداخلية. في ناس لما تتحرك السيارة يكون عنده مشكلة في الإذن الداخلية، المركز التوازن اللي هي قوقعة، فلما تتحرك السيارة وهم يشوفون الأشياء تتحرك، يعني سيارة تمشي في اتجاه تمشي سيدة والأشياء تتحرك إلى الخلف وانت تسوق السيارة، هذا يسوي عندهم مثل توتر في الأذن الداخلية في مركز القوقعة. هذا لازم أول شيء يشوف طبيب أنف وأذن وحنجرة، ومو أي واحد، يكون متخصص في التوازن. في أطباء أنف وأذن وحنجرة عندهم عيادات معروفة متخصصين في التوازن، مو بأي طبيب أنف وأذن وحنجرة، مو كلهم شطار، ولكن تحتاج حد مختص في هذا النطاق. لازم أول شيء يسوي هالشيء. رقم 2 يفحص نظرة، يمكن عنده مشكلة في النظر. رقم 3 يسوي طبعا تحليل دم العادية، بس لازم طبيب أنف وأذن وحنجرة في البداية. الحين رح نروح لفقرتنا الثالثة اللي هي أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بتقييم الأعمال المشاركة بجائزة أفضل بحث علمي عن الإنجازات الصحية والطبية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي كانت الهيئة
قد أطلقتها خلال شهر يوليو الماضي ضمن مبادراتها المتعددة بمناسبة احتفاء الدولة بعام زايد. بنتكلم عن هذه الجائزة. يستنى يكون معنا عن طريق الهاتف الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات ورئيس لجنة عام زايد بيت الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذ خالد. صباح النور. هلا دكتورة. يا هلا فيك. نتكلم أول شيء أستاذ خالد عن هذه الجائزة وشو أهدافها بشكل عام. طبعا كهيئة صحة ومؤسسة تعنى بالصحة احتفي بعام زايد بطريقتها أيضا من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات اللي ابتديناها مع بداية السنة، ووصلنا إلى مرحلة أيضا أن نطرح أو طرحنا فكرة مسابقة لحث الباحثين والكتاب على أن يكتبوا ويوثقوا ما قام به المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه في المجال الصحي والطبي اللي هو اختصاص الهيئة. ما كتب عن هذه الجزئية قليل للأسف يعني، فإحنا نريد نثري الساحة الصحية والساحة الثقافية والفكرية ببحوث قيمة حول هذا الموضوع، ففتحنا المجال أمام الباحثين ومن يرى في نفسه القدرة على أن يكتب بمنهجية علمية عن هذه الآثار لاهتمام المغفور له الشيخ زايد بالصحة منذ أن كان حاكما لمدينة العين وإلى أن رأس الدولة بعد ذلك، وإنجازاته تعدت المحلية إلى العالمية في مجال القطاع الصحي ودعمه لكثير من الدول من خلال يعني البرامج الصحية وبرامج بناء المستشفيات والمراكز محليا وخارجيا. فهذه هذا هو الهدف، أنه احنا نعطي هذا الرجل ولو جزء من حقه في المجال الصحي الذي هو اهتمام هيئة الصحة. ممتاز. أستاذ خالد، كم عدد الأبحاث اللي استلمتوها لين الحين للمشاركة في هذه الجائزة؟ اللي أجيزت للتحكيم تقريبا 14 بحث علمي. ما شاء الله، ممتاز. نعم، وهو الناس قد تقول عدد، هو عدد 14 ليس سهل يعني، جيد. نعم. للباحثين أقصد للتحكيم، إنهم يحكمون 14 بحث وكل بحث يعني تقريبا 30,000 كلمة. ما شاء الله. أعتقد إنه هذا يعني جهد كبير بيكون عليهم، ولكن هم قدها وقدود إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ خالد، أنتوا شكلتوا لجنة لتقييم الأعمال المشاركة في هالجائزة، نتعرف على أعضاء هذه اللجنة وكيف تم اختيارهم عشان يقيمون مثل هذه الجائزة؟ طبعا هذا الاختيار تم بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم بدبي، شريكنا في الأنشطة الثقافية والفكرية، ووضعنا بعين الاعتبار أن اللجنة تكون متنوعة المعارف. متنوعة المعارف يعني في مجال القطاع الصحي، يرأس اللجنة سعادة الدكتور جمعة خلفان بالهول، وهو لمن لا يعرفه هو أول مدير عام مواطن لدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي، شخصية عاصرت ما قبل الاتحاد ويعتبر من أوائل أطباء المواطنين الذين تسلموا يعني حقائب يعني في مجال الصحي. كان أول وكيل وزارة الصحة، ثم كان أول مدير الصحة في دبي، وأيضا عاصر ما قبل الاتحاد وعاصر فترة زايد، ويستطيع أن يحكم على الأبحاث بنوع من المنهجية وأيضا نوع من الشفافية. كذلك عضو لجنة التحكيم الدكتور خليل قايد، وهو معروف في المجال الأكاديمي الطبي ورأس العديد من المؤسسات، كان منها يعني رئيس للبورد العربي، وكان أيضا يعني مدير لإدارة التعليم الطبي في الهيئة، والآن هو في نفس المجال في وزارة الصحة. كذلك هناك الأكاديمي والباحث الدكتور عبد الخالق عبد الله، وهو رجل يعني متخصص في مجال العلوم السياسية، ولكن له دراية ومعرفة في تقييم البحوث العلمية.
أيضا هناك الدكتورة منى بفروش الفلاسي، وهي أيضا دكتورة في الجامعة ومتخصصة في كانت في تقييم ومعادلة الشهادات العلمية، وأيضا هي متخصصة في عملية تقييم البحوث العلمية ومتخصصة بالدرجة الأولى في المجال البيئي. وأيضا هناك الدكتورة فتحية المازمي من هيئة الصحة في دبي، وهي استشارية إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات. جميل، ما شاء الله نخبة من المؤثرين أو من الناس ما شاء الله لها دراية، وإن شاء الله تكون الأقدر على التحكيف مثل هالجائزة المهمة. الحين متى بيتم الإعلان عن النتائج، وشو المعايير اللي على أساسها بتقيمون هذه الأبحاث الجميلة؟ طبعا هناك قائمة من الجدول أو في جدول لتقييم البحوث من حيث المحتوى، من حيث الالتزام بعدد الصفحات أو الكلمات، من حيث الالتزام باللغة، من حيث يعني منهجية البحث العلمي المتبعة، في من حيث أصالة البحث أنه ما يكون منقول أو أنه هو مثلا يعني منشور في 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 مجلات أخرى. نعم. هناك عدة معايير، وأيضا أهم شيء أن تكون فيها إظهار لريادة المغفور له الشيخ زايد، أن يكون البحث يعني إضافة لهذا المجال القطاع الصحي في عهد الشيخ زايد. نعم. أن يعطي فكرة عن هذا الرجل وما قام به في هذا المجال. نعم صحيح. والجوائز المالية اللي بتقدمونها، أو شو الجوائز، شو بيحصلون عليها اللي بيشتركون بهذه الجائزة المميزة؟ طبعا الفائز الأول رصدت الهيئة 30,000 درهم. ممتاز. والفائز الثاني 25,000 درهم. والفائز الثالث هو 20,000 درهم. ولكن أنا أعتقد أيضا من أهم الجوائز أن البحوث الثلاثة الأولى الفائزة سوف يتم طباعة هذه البحوث وإتاحتها للمكتبات والمؤسسات والملحقيات في السفارات، لأنها تتحدث عن شخصية عظيمة، عن مؤسس الدولة. فهذا الكتاب راح يكون أحدى إصدارات هيئة الصحة بإذن الله تعالى، واللي راح تكون إضافة إلى المتوفر في المكتبات عن الشأن المحلي والشأن الصحي. نعم. ويعني دور المغفور له في أيضا دعم كل ما له من 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 فائدة للأخوة والأشقاء في الدول المجاورة. ممتاز. طبعا هذه يعني أكبر شرف ممكن واحد يعني يحصل الشخص إنه ينطبع بحثه وينحط في الأماكن المهمة عشان الناس تقدر تقرأ وتتعرف عليه، تتعرف على حياة الشيخ زايد طيب الله ثرى. زين أستاذ خالد، الحين أنتوا قلتوا الثلاثة الأوائل بيفوزون مبالغ مالية وبتم طباعة، وأنا متأكدة أكيد غير هالثلاثة من 14 بحث اللي قدم لكم هناك أيضا بحوث ممكن ما يعني تصل إلى مراتب الثلاثة الأولى لكنها لا زالت ممتازة. شو ممكن يكون مصير هالبحوث اللي ما راح تفوز بالمراتب الثلاثة الأولى؟ يعني احنا نحاول أيضا أن نتعاون معهم في نشرها في مجلات متخصصة حول يعني القطاع الصحي، وحاول يعني ما يمكن أيضا أن ننشرها أيضا بالتعاون مع الصحف والمجلات يعني. نعم. وأيضا أن نضعه على صفحة الهيئة بحيث أن أيضا الإلكترونية، بحيث أيضا الناس تقرأ. جميل. لكن مثل ما قلت أهم شيء أن تكون المادة العلمية صالحة للنشر. صحيح. مثل ما قلت التزامنا بثلاث بحوث رسمية نطبعهم، أما الأخرى ممكن أن ننشرها إلكترونية على صفحات الهيئة الإلكترونية. ممتاز. أستاذ خالد، شو أهمية وجود مثل هذه المسابقات في إثراء المكتبة العربية، أو حتى أيضا في تشجيع الناس أصلا على القراءة باللغة العربية؟ تمام. أنا أيضا أرأس لجنة القراءة في هيئة الصحة، وأيضا احنا هذه اللجنة موكل إليها تعزيز اللغة العربية. نعم. فبهذه الطريقة احنا نقدر أن ندعم أولا المكتبة بوجود كتاب باللغة العربية، وهي نعم. كتب قليلة في القطاع الصحي باللغة العربية. صحيح. وإن كان يعني هي سيرة رجل قدم الكثير من وقته ومن حياته لخدمة مجتمعه وخدمة الناس، ولكن كثير من الجيل الجديد للأسف ما يعرف هذه التفاصيل
عن حياته. فاحنا الان ندعم اللغه العربيه، ندعم قضيه القراءه، وايضا ندعم ان احنا المبدعين في مجال الكتابه في القطاع الصحي ندعمهم بحيث نشجعهم. اليوم انا اكتشفت كثير من موظفي هيئه الصحه اضافه الى موظفين الاخرين عندهم قدرات في الكتابه وعندهم قدرات في البحث العلمي، لكن ربما ما وجدوا في فتره من الفترات من يشجعهم على هذه الكتابه. ربما جاءت هذه المسابقه ان يعني نوع من فتح باب لهم لان يخوضوا هذه التجربه الجميله. وباذن صحيح. الله تعالى يعني لن نقف عند هذا الحد بحيث ان تكون هذه المسابقه الوحيده وهذه التجربه الوحيده، انما ان شاء الله بصدد ان يعني لجنه القراءه ان يعني تشجع كل من له قدره على الكتابه وبان تقتني الهيئه الكتب التي يصدرها الموظفين فيها وتقوم بطباعتها وتنشرها نشرا للثقافة ونشرا للمعرفة ونشرا للعلم بإذن الله تعالى إن شاء الله. أستاذ خالد، ما شاء الله أنت رئيس لجنة عام زايد، فشو ما شاء الله يعني تقريبا السنة إن شاء الله بتخلص ما بقى غير شهر واحد، ولكن ما شاء الله كان عندكم فعاليات كثيرة خلال هذه السنة، فنمر لمحة على السريع بالفعاليات اللي سويتوها والمبادرات وشو محضرين لنهاية 2018 لنهاية عام زايد. طبعا بدينا في شهر فبراير تقريبا اول الانشطه كانت يعني هنا تنوعت الانشطه ما بين الرياضيه وما بين الثقافيه وما بين ايضا الخدميه وما بين الخيريه. ف كان عندنا تقريبا في معدل كل شهر مجموعه من الفعاليات، بدات ب طواف زايد للدراجات الهوائية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات. صحيح. أيضا كان عندنا أيضا المعرض زايد الرياضة في فكر زايد. كان هذه مجموعة من اللوحات النادرة للشيخ زايد في مجال الرياضة ودعم للرياضة. أيضا كان عندنا معرض كتاب عن للمثقفين والقراء خاص بزايد، وعملنا أيضا معرض صور بالتعاون مع الأرشيف الوطني وأيضا مع بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، عملنا معرض للطوابع التي تحمل صور الشيخ زايد ما قبل الاتحاد وفترة الاتحاد، وهي طوابع نشرت أو عرضت لأول مرة. أيضا عرضنا مسكوكات، عرضنا أيضا ندوات خاصة أو نظمنا ندوات خاصة بفكر زايد في مجالات مختلفة. في الجانب الخيري أيضا عملنا عدة أنشطة، ولكن قبل أيام أطلقنا مشروع طوي زايد، وهو مشروع يعني حفر الآبار للدول التي الفقيرة التي يعني بإذن الله يصل أجرها للمغفور له وأيضا للمتبرعين بإذن الله تعالى. وهناك يعني حتى يوم الختام راح ان شاء الله يتم اطلاق يعني مبادره لن اتحدث عنها اليوم، ان شاء الله في الايام القادمه راح نتحدث عنها. راح يكون هذه المبادره راح نعلن عنها في نهايه عام زايد، ولكن تاثيرها ان شاء الله تبارك وتعالى راح يكون على السنوات القادمه، ولكن انطلاقتها كانت في عام زايد. وهذه يعني انه زايد لا يقتصر الحديث عنه في عام واحد، انما لابد أن يستمر فكر زايد وحب زايد. نعم. ويعني يعني ذكر مآثر هذا الرجل المؤسس على مر السنين ومر الأيام بإذن الله تعالى. صحيح. ولذلك هذا المشروع راح ينطلق في نهاية عام زايد، ولكن راح يستمر إن شاء الله على مر السنين إن شاء الله. إن شاء الله وإن شاء الله بنكون معاكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله بنكون معاكم إن شاء الله عشان نغطي كافة المبادرات اللي عندكم. أنا شاكرة لك أستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات ورئيس لجنة عام زايد بهيئة الصحة بدبي. شاكرة لك هالحوار الجميل، وأتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد. الله يحفظكم وخميسكم طيب بإذن شكراً الله. شكراً شكراً. شكرا لك، نهارك سعيد. ما شاء الله مبادرات جميلة اللي لجت عام زايد، وإن شاء الله ما شاء الله عام زايد مهما إحنا بنسوي، مهما كان في بحوث، مهما كانت مبادرات، لا يمكن أنه في الشيخ زايد طيب الله ثراه حقه، ولكن نحاول ولو جزء نرد الجميل، بنذكر الأجيال باللي سوانا يا الشيخ زايد رحمة الله عليه. إحنا وصلنا نهاية برنامجنا، فأشكر لك وائل قواسمة وجودك معي اليوم،
وشكرا لك ميرا الخفضي يوم خليفة وخميسكم ونيس. واتمنى لكم ان شاء الله مستمعينا كنا ضيوف خفاف عليكم، واتمنى لكم خميس جميل ونيس وايجابي وجو حلو ولطيف، وانكم تغيرون وتجددون طاقتكم الايجابيه عشان ان شاء الله لما نلتقيكم يوم الاحد تكونون تبتدون اسبوع جديد بطاقه ايجابيه وابتسامه كبيره. فلن القاكم ان شاء الله الاسبوع القادم، نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.